هي وجه مصري مشرف على الساحة الدولية، وواحدة من أبرز الكفاءات المصرية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية، تنتمي لعائلة تعشق العلم والقانون. والدها هو أستاذ القانون الشهير الدكتور فتحي والي، العميد الأسبق لحقوق القاهرة، وجدها أحد رواد الهندسة والمعمار بجامعة فؤاد الأول، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية بفيينا. حصلت على ليسانس اللغة وماجستير الآداب والإنسانيات من جامعة كلورادو الأمريكية، ثم على دبلومتين في إدارة التنمية وتمويل المشروعات متناهية الصغر. تنقلت الدكتورة غادة والي بين مناصب عديدة في مجال التنمية والعمل الاجتماعي والإنساني، منها رئيس المجلس القومي لمكافحة الإدمان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة. وشغل الدكتورة غادة والي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في الفترة من فبراير 2014 وحتى نوفمبر 2019. وخلال توليها المنصب فازت وزارة التضامن بجائزة أفضل وزارة في العالم لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة. اختيرت الدكتورة غادة والي كواحدة من أهم 100 سيدة عربية، وتم تكريمها من قبل مركز الإعلام العربي باعتبارها نموذجاً للعطاء والنجاح. We'll be right back.